قامت السيدة قرينة رئيس الجمهورية اليوم بافتتاح دار رعاية الفتيات بالعجوزة، وتفقدت الأنشطة الفنية والرياضية التابعة للدار، كما تفقدت الحالة المعيشية لفتيات الدار، وأوصت بضرورة توفير كافة سبل الراحة والإعاشة للنازلات والاهتمام بتوفير الرعاية الطبية والاجتماعية لهن. كما وجهت قرينة الرئيس الشكر لجميع العاملين على إدارة الدار لجهودهم الصادقة في توفير كافة احتياجات الفتيات، مؤكدة ضرورة الحفاظ على هذا النموذج في كافة الدور المماثلة والتوسع في الرعاية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية بصفة عامة.